اهلا اهلا، معكم مها من قناه مهز دايري. فيديو النهارده هنعمل فيه مغناطيس للثلاجه وكوستر صغير كده سريع، هنعملهم من الريزن. خليكم معايا. اول حاجه عايزين نتكلم عليها ايه هو الريزن، او بالعربي اسمه الراتينج. هو بيجي في علبه، العلبه فيها ازازتين، واحده شفافه والتانية لونها اصفر شويه. لما نحب نخلطهم مع بعض لازم الاثنين يكونوا بنفس الكميه، والريزن لما بينشف بيتحول لماده صلبه ومش بيتكسر بسهوله، يعني صعب انه يتكسر. عشان نلون الريزن هنحتاج علبه اي شادو قديمه عندي مش بستخدمها، او علبه رخيصه يعني. كمان ممكن نستخدم الالوان الاكريليك. كمان من ضمن الحاجات اللي هنحتاجها هو قالب سيليكون او قالب بلاستيك زي دوت، وهنحتاج كوبايات ورق وحاجه عشان نقلب بيها. طيب يلا نبدا. اول حاجه هنخلط نفس المقدار من العلبتين، نفس الكميه يعني، في كوبايه ورق، وبعدين نقلبهم كويس جدا. بعدين هحط نقطة نقطتين كده من كل لون في الكوباية. بالنسبة للآي شادو ممكن أكسره بالطريقة دي لحد ما يبقى بودرة بالكوباية. بعدين هبدأ أحط الريزن في كل كوباية وأقلب كويس علشان اللون يختلط مع السائل. بعد ما نقلبهم كويس جدا هبدأ بقى احطهم في القوالب. بالنسبة للقوالب هستخدم القالب السيليكون دوت على شكل نجمة علشان يكون على شكل الكوستر في النهاية. بالطريقة ديت هبدأ احط نقطة من كل لون، بعدين هخلطهم كلهم على بعض في القالب بالشكل دوت. طبعا اختيار القوالب والالوان والاشكال بتاعت التلوين نفسها يعني ليكم مطلق الحريه فيها، يعني تقدروا بقى تتفننوا فيه وتحطوا الوان على بعض او تخلوه كده ساده. بعدين البواقي هحطها في القالب البلاستيك اللي على شكل ورد وورق شجر. وبس لما اخلص بقى اسيبهم عشان ينشفوا. هو عاده بياخد تقريبا 24 ساعه او يوم كامل يعني عشان ينشف، بس انا عملتهم بالليل وتاني يوم الصبح لقيتهم ناشفين. لما نشفوا ده كان الشكل النهائي بتاع قالب السيليكون، بس البلاستيك تعبني جدا وانا بشيل منه الريزن، يعني كان صعب قوي يعورني وانا بشيله. فالأحسن ان انتوا تستخدموا القوالب السيليكون مش البلاستيك عشان يبقى سهل ان احنا نشيله. شوف الحواف حادة قوي فلازم نخلي بالنا ونبردهم علشان ما تعورناش. الكوستر ما عجبتنيش الوانه قوي، حسيت ان كان ممكن اكتفي بالاخضر والابيض بس يعني عشان يديني الشكل الرخامي. برضو الحواف حادة ومش متساويين فلازم برضو نبردهم كويس. دلوقتي هبدأ ألزق المغناطيس بالسوبر جلو على الريزن بعد ما نشفه. خلوا بالكم من أكتر حاجة بكرهها، إن السوبر جلو يجي على إيديكم وينشف، بجد بيبقى شعور وحش قوي لما ينشف. هنحط بس نقطة واحدة من السوبر جلو علشان المغناطيس ما يتزحلقش، ونكرر نفس العملية مع الباقي. وبس هسيبه ينشف وهبدأ بقى احطهم على التلاجة، وده كان شكلهم النهائي. وبس دي كانت كل حاجة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم الفكرة. اكتبولي رأيكم تحت في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم عشان هما كمان يستفيدوا، وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوني. باي باي.